انجز. مع اني مش عاجبني الوش، بس معلش ناخدك كده على الهادي يا زبادي. انا رستقت حد كده انجز لنا حوار ايطاليا سكتي كده وفي الامان، وانا مش عايز منك يا بنت الناس غير شنطه هدومك. ماشي، وبعد ما احضر شنطه هدومي وتاخدني تنططني من مركب لمركب عشان نوصل ايطاليا هنعمل ايه؟ هو ايه اللي هنعمل ايه؟ احنا هنغلب يا بنت، وفيجو هيغلب يعني؟ ده انا باكل الاسفلت هنا. هتعصلك معايا ايطاليا؟ 600 قولي لها حاجه. ايه يا منى، احنا مش اتفقنا؟ حبيبتي لو في حاجه قلقاكي وعايز تسالي عليها ما تتكسفيش. انا ما انفعكش يا فيجو. ما تنفعيش ايه يا خالتي؟ هو فيها يا بت؟ هو في حد تاني ولا المحامي ده لها في مخي؟ محامي ايه يا اهبل انت؟ انت تستاهل واحده احسن مني بكتير. ايه اللي جبرك تتجوز واحده زيي؟ زيك ايه؟ زيك ايه الكلام اللي بتقوليه ده يا امنيه؟ ما انت زي الفل اهو. كان يعني على اللي حصل، فده ده مش بمزاجك، ده انت كنت دريانه. ايوه بس حصل، لا انا ولا اي حد غيري يقدر يغيره. وبعدين بصراحة أنا لسه مش جاهز. جو بقى مش جاهزة والكلام السايس ده، أنا ساكت عليه من الصبح، أنا زهقت من الحوار ده عايز أجيب آخره، إيه آخر الحوار ده؟ أنا زهقت. أنا مش هتجوز يا فيجو، هو ده آخر الحوار. هو يعني إيه يعني؟ إيه هو بالزور بالعافية؟ ما تطلعي أنت منها حاجة كده وتنقطينا بسكاتك. لا مش هسكت، مش هسمح لأي حد يصفرها ويشحططها ويبعدها عني. هو انت بتتعاملي كده على اساس ان انت حد من اهلها؟ طبعا من اهلها. انا عايز افهم حاجه يا اما، انت مالك ومال الموضوع ده من اساسه؟ لا ده انا مالي ومالي ومالي. عايزين تخرجوها من بلدها، تقلعوها من جذورها، هيبقى فاضل لها ايه؟ يا سهل ان الواحد يروح بلد لا يعرفها ولا تعرفه، ويبعد عن الناس اللي بيحبهم ويحبوه، تبقوا مش فاهمين حاجة، تبقى أهبل وعبيط زي مايك الابني. لا أنا سكت لك من الصبح ومحترمك عشان أنت ست كبيرة، لكن هتقعدي تقولي لي بقى مايكل وجورج وأوديت وترمي بلاويك علينا؟ أنت اللي جاي ترمي بلاويك على البت الغلبانة المسكينة اللي عايشة في أمانة الله ومش طالبة من ربنا غير الستر. الأمنية دي من النهاردة بنتي أنا، محدش هيقدر ياخدها مني أبداً.